كان جزء من الميكاترونكس ان نعرف شو انواع الاكتويترز والالكتريك موتورز اللي افيلبل وايش تصنيفاتها حتى نعرف في كل ابلكيشن مين احسن ماشين او مين اكثر ماشين مناسبه انه نستعملها. فهون راح احاول اعمل زي كلاسيفيكيشن عام لانواع الالكتريك موتورز. هلا ما في حاجه احنا ندخل بالتفصيل ونفهم كل محرك بالضبط كيف بيشتغل، بس بدنا ناخذ فكره عن الابلكيشنز وين عاده التطبيقات بنطبق ونستعمل هدول الماشينز. فعندنا لازال في دي سي موتورز. الدي سي موتورز هون راح اعملها تصنيف انها برشت. البرشت دي سي موتورز راح اعتبرها نوع حاله خاصه من السبيشال ماشينز. فراح نصنف الماشينز بشكل عام دي سي ماشينز، برشت، اي سي ماشينز، وبعدين في عندنا سبيشال ماشينز او سبيشال موتورز. لو اخذنا الاي سي ماشينز او دي سي موتورز، الدي سي موتورز بنقدر نصنفهم بشكل عام لنوعين. خليني بس ارسم الدايجرام تبع دي سي موتور. شو الدايجرام هذا؟ ايش القطعتين المربعات اللي هون؟ البرشز، البرشز اللي ضاربين على الكوميديترز، وهذول البولز. البولز ممكن احولهم لماجنتس بطريقتين، يا اما بستعمل يا ثيرمال ماجنت، بيرمننت ماجنت، يا الكترو ماجنت. اذا من الانواع الان اللي منتشره صارت شائعه اللي هي بيرمننت ماجنت. او ممكن نستعمل الكترو ماجنت. ممكن لو تسكر الباب يا احمد احسن. هلا عندنا عادة هذول البيرمننت ماجنت حجمهم نسبيا صغير، يعني حدود 1 كيلو وات، 1-5 كيلو وات بهذه الحدود، مش محركات ضخمة جدا، رغم انه صار فيه هلا احجام اكبر، بس عادة نستخدمهم لهي التطبيقات. هلا هذا راح يطلع منه 2 وايرز اونلي. ليش بيطلع منه 2 وايرز بس؟ فاين هو لهم بس للارمتشر، الفيلد ما بحتاج بس. فهون عندنا هذه هي هيك اثنين راح يطلع سلكين، وهذا اصلا راح يكون هو نورث وساوث، وهذول سميناهم اي بلس او اي ماينس او اي 1 او اي 2، يعني بغض النظر بيطلع 2 وايرز. هلا استعمالاتهم ابلكيشنز بستخدمهم بالالعاب الصغيره سمول تويز، استخدمهم في بالتريدميلز روبوتكس والبومز بالروبوتكس، ممكن في بالروبوتكس الكتريكال سمول بوم ووتر بامبس الكتريكال كوز ووتر بامبس الكتريك فيكلز انا شفتها كمان في الكمبريسرز تبعت اللي بتضغط العجله البامبس. هاي بتكون بتشتغل على 12 فولت مثلا، هاي الووتر بامب بتشتغل على 28 فولت دي سي. لا في بعض التطبيقات صغيره احجام صغيره. هلا الالكترو ماجنت بتختلف انه هون بدنا اسلاك، لازم نحط اسلاك عشان نحول هذا الالكترو ماجنت. خلينا نرسم الالكترو ماجنت او سلك الالكترو ماجنت، نرسمه بالاحمر. هذا هون الفيلد، وهذول اسمهم مثلا اف بلس واف ماينس، وهذا راح يضل اسمه اي بلس اي بلس اي ماينس. اذا هذول الكترو ماجنت هذول حجمهم اكبر، ممكن يوصلوا 50 كيلو وات. هون كان حجمهم صغير، هون ممكن يستخدموا. هلا هذا بطلنا نستخدمهم كثير، يعني عادة الآن rarely used nowadays. إذا استخدموا ممكن يستخدموا في أو كانوا يستخدموا في المصاعد. القطارات كانت زمان القطارات لحد يعني 2000 قطارات الضخمة كانوا يستخدموا فيهم دي سي موتورز. الان حتى القطارات صاروا يستخدموا فيهم اي سي اندكشن مع فاريبل فريكونسي درايف. وبعض السيارات الالكتريك كارز في بدايتها السيارات الكهربائية
الان طبعا هذا اختلف موتور مستقبل. زين ها بالنسبه للدي سي موتور ايش الديس ادفانتج الرئيسي، المشكله الرئيسيه في الدي سي موتور خصوصا البرش؟ شو المشكله الاساسيه في الهواء؟ الاحباك بالهواء. تمام، زين هاي اول مشكله عندي. شو قلنا مشكله مينتنس؟ اذا ديس ادفانتجز brush wear requires maintenance. حتى الكوميتيترز بتعمل وير كمان. مشكلتها الثانية شو مشكلتها الثانية؟ عندي البرشز شو بصير؟ في احتكار. تمام، شو بطلع؟ بطلع سباركينج. ايوه سباركينج. هذا unsuitable للانفايرمنتس. ممكن في انفايرمنتس ما بقدرش اتحمل فيها سباركينج، اذا في غاز عندي منطقه فيها غاز او شيء. سباركينج not suitable for flammable environments, suitable for خلينا نقول certain environments. لو انت بدك تروح تركب هاي على منصه غاز، منصه غاز في البحر، ما مناسب تستعمل هذا المحرك، المحركات هذه.